إخوتي أهلا بكم في قناة مونيتك ويب. في هذا الشرح إن شاء الله سأشرح لكم موقع فرنسي لربح البيتكوين، موقع يدفع كل ساعة. ها هو الموقع سمارت كوين، موقع يدفع كل ساعة. طريقة التسجيل سهلة، سأخرج من حسابي. هنا يوزر نيم، نضع أي اسم. هذه الخانة نتركها فارغة. نضع الباسورد ونعيد الباسورد ونضع الإيميل ومحفظة البيتكوين، عنوان محفظة البيتكوين. نقبل شروط الموقع، نضع هذا الكود، نضغط على ريجستر، يبعث لنا إيميل إلى التفعيل. نقوم بالتفعيل وندخل إلى الموقع. نضغط على كونيكسيون. طريقة العمل سهلة، نذهب إلى سمارت فوسيت، ننزل إلى تحت، نتخطى هذه الكابتشا، نبدل هذه الكابتشا ونيدي ونضغط على continue. هي باللغة الفرنسية لأنه موقع فرنسي. انظروا، كل ساعة يعطيك 230 ساتوشي. موقع سهل جدا. رابط الإحالة، يعطيك 40% لكل إحالة. هذا الموقع السحب يكون أوتوماتيكي يوم السبت. أنا سحبت منه من قبل. ها هو إثبات السحب، 11200 ساتوشي. عندما تصل إلى 10000 ساتوشي يبعثها مباشرة إلى محفظتك. هنا أدرس إلى إذا أردت أن تزيد، أن تحذف هذا العنوان وتبدله بعنوان آخر، وتزيد عنوان محفظة وتزيد عنوان آخر للمحفظة. أو اتركها كما هي. إخوتي هذا الموقع سهل جدا، لا تنسوا أن تتسجلوا من رابطي وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وأنتم مشكورين على ذلك. السلام عليكم.